فاليوم انا جاي اتحدى نفسي وياي اجرب وظيفه النحال. يا مرحبتين. والله انا اتشرف. يا مرحبتين. نبدا اليوم؟ يلا بسم الله. بسم الله تفضل. استاذ مصطفى، صراحة أنا منصدم. توقعت أن المنحل بين أحضان الطبيعة، يعني بالصخور، فوق الجبال، في الغابات، بين الجذوع، أو في الخلية اللي يصنعها الإنسان، وشكلنا إحنا اليوم في منطقة الخلية. أيوه بالضبط. هذا الخلية مما يعرشون، الإنسان صنعها عشان يستأنس بها النحل. شو داخلها؟ داخلها النحل بيكون موجود في فريمات، النحل بيجيب رحيق الأزهار وبيحطه جوه الفريمات دي. كيف نستخرج هذا العسل من هذه الفريمات او من هذا اول شيء بعد شوي بعطيك المدخن، بتدخن على الخليه. ليش؟ الدخان ده عشان يهدي النحل وما يطلعش يهجم علينا. تمام، بتدخن على الخليه وبعد كده بتاخد الفريمات وبتشيلها، بتشيل النحل من عليها، وبعد كده بتخش على الفرازه بتفرز العسل. الفرازه اللي من خلالها بقدر اطلع كل العسل. ايوه بالضبط. بعدين اكيد اقدر اكله. ايوه تمام. يلا بسم الله. ابغى اعيش تجربه اني اكون نحال اليوم ان شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ مصطفى، بعد ما طلعنا الفريم من الخليه، شو هي المرحله اللي بعدها؟ بعد كده يا استاذ علي بناخد الفريم من الخليه وبنحطه على المقشطه. المقشطه ديت بيبقى فيها شوكه. حلو. الشوكه دي بنشيل بيها الطبقه الشمعيه اللي النحل عملها او قفل بيها على العسل. بهذه الطريقه بعدها نخربش خربشه بسيطه عشان نفتح للعسل عشان يخرج. بعد كده بناخد الفريم وبنحطه في الفرازه. الفرازه دي بتعمل عمليه طرد مركزي. الطرد المركزي ده بيخلي العسل اللي موجود جوه الفريم بيجي على جدار الفراز وبعد كده بينزل لتحت في الفراز. كم ياخذ وقت تقريبا؟ ما فيش، 5 دقائق بالكثير بكون مخلص العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خليني اكمل تجربتي. اتفضل. أستاذ علي، كيف كانت تجربتك اليوم مع النحل؟ والله تجربة خيالية جميلة لا توصف. في البداية كان في خوف، أكون صريح معاك، يعني العقل اللاوعي، العقل الباطني، يوم أنت تشوف نحل مجموعة كبيرة جايين عليك إجباري تحس خوف حتى لو كان في واقيات وكل هذه الأمور. لكن أنت جزاك الله خير، علمتني كل الإجراءات الصحيحة، أول شيء من البخاخ لاستخراج الخلية للفريم وبعدين طلعنا العسل. تجربة خيالية، تجربة صعبة، وأنا فعلاً أقول مش أي شخص يقدر يكون نحال، لازم يكون في مواصفات وسمات وصفات في هذا الشخص. شكراً لك أستاذي، نلقاك مرة أخرى. شكراً. مع السلامة.